بالنسبه لي نجاح كفر دلهاب او مسلسل رعب، الرعب عمرنا ما عملناه في مصر، كان بالنسبه لنا الموضوع صعب. يوسف الشريف مش اول مره اتعامل معاه، اول مره اتعامل معاه كان مسلسل الصياد، وعملت معاه دور ناجح جدا، والصياد نجح نجاح غير طبيعي. بعد كده كفر دلهاب باختيار استاذ يوسف واستاذ احمد نادر. لا بالنسبه لي طاقه نور وكفر دلهاب، وكفر دلهاب في المقدمه هو النجاح الاول عندي. الفتره اللي جايه بتحضري لي؟ بص انا طلعت بالعيد فيلم ليل دخلي مع بشرى، كنت عامله فيلم بطوله مع بشرى وايمن قيسون وحسام الجوهري المخرج، وفي ابطال كتير جديد. شريف، شريف حد بيكتب حلو قوي، غير ان هو كاتب اصلا، يعني هو بيكتب روائي. العمل بالنسبه لي تغيير، لان حسام الجوهري طلعني من حته اللي الناس متعودين عليها فيه، وبرده احمد نادر جلال انا اشتغلت معاه في الف مبروك مع احمد حلمي، بعد كده فاجئني بكفر دلهاب، بنجاح كفر دلهاب، بدور في كفر دلهاب اللي عدى في كفر دلهاب بقى نجم. انا النهارده لما عرفت ان النجم يوسف الشريف اللي هو وش الخير عليا، والاستاذ احمد نادر النهارده بيتكرموا، وهاني سلامه اللي اختارني، وبصراحه والله اختارني ودخلت اصور، يعني كنت اوريدي ماضي حاجات تانية ودخلت اصور، فانا بالنسبه لي انا يعني بدين ليهم ان هم وقفوا جنبي وساعدوني سبورت ليا، خلوني وقفت على رجلي بثلاث اعمال في وقت ان في نجوم شباب كتير مش بيعملوا ده.